السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتي انجليش هاود كمال في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا رايتين ريبورت كتابة التقرير وغنصحوا التمارين اللي في صفحة 46 و 47 نبداو اول حاجة بتعريف ريبورت A report is a written or spoken description of a situation or event such as a seminar giving people the information they need A report تقرير is a written or spoken description هو واحد الوصف مكتوب او شفاهي of a situation دير واحد الحالة أو الموقف or event حدث such as مثل a seminar ندوة giving people the information they need كان عطاو الأشخاص المعلومات اللي كيحتاجوها من بعد ما شفنا تعريف بسيط على report نشوفو دابا الأكتيفيتيز اللي عندنا في الكتاب عندنا الفوق في الصفحة 46 مكتوب عندنا report on dropping out of school تقرير على الانقطاع عن الدراسة المطلوب منكم في التمرين الأول study the following table غادراسو الجدول التالي about a seminar على واحد ندوه on students dropping out of school in rural areas على التلاميذ المنقطعين عن الدراسه في المناطق القرويه then answer the questions below ومن بعد غنجاوب على الاسئله اللي تحت نقراو المعلومات اللي عندنا في الجدول ونشرحوها بالنسبه للorganizers او المنظمين ديال الندوه كاين local education authorities واللي كيعني السلطات المحليه ديال التعليم او التربيه بالنسبه للتوبيك او للموضوع ديال الندوه كان على dropping out in the countryside schools causes and solutions الانقطاع عن الدراسه في المدارس اللي كاينه في الباديه causes اسباب و solutions الحلول بالنسبه للديت او التاريخ ديال الندوه كان في نوفمبر 20th 20 من نوفمبر بالنسبه للبليس او المكان اللي تقامت فيه الندوه هو تاون هول كونفرنس روم يعني غرفة المؤتمرات ديال مجلس المدينة أو البلدية بالنسبة للبارتيسيبنتس أو للمشاركين كانوا educators يعني تربويين parents associations جمعيات الآباء وpolitical officials مسؤولين سياسيين وعندنا attendance يعني الحضور بالنسبة لعدد الحاضرين كانوا 200 people approximately 200 الأشخاص تقريباً والاكتيفيتيز اولا النشاطات اللي كانت في الندوه كانوا عباره على ميني لاكتشرز محاضرات مصغره وورك شوبس ورشات عمل وبخصوص المين ايديز اولا الافكار الرئيسيه اللي ناقشتها الندوه كانوا عباره على سام كوزز اوف ذا فينومينون يعني بعض الاسباب ديال الظاهره هنا قصد الظاهره ديال انقطاع عن المدرسه من بين الاسباب كان باورتي الفقر سكولز سيتوييتد far from houses المدارس كتموقعوا بعاد على المنازل children needed in farm work and household chores يعني الاطفال كتحتاجوا في العمل ديال المزرعه وحتى في الاعمال المنزليه وبالنسبه للrecommendations او التوصيات كانوا بعض الافكار بحال encourage dropout students to return to school تشجيع المنقطعين على الدراسه على الرجوع للمدرسه support poor families to be able to send their children to school دعم الاسر الفقيره باش يقدروا يصيفطوا ولادهم للمدرسه sensitize parents and children about the importance of schooling sensitize يعني تحسيس او توعيه ديال الاباء والاطفال حول الاهميه ديال التمدرس وفي الاخير عندنا evaluation تقييم and reactions يعني ردود فعل او التعليقات بالنسبه للتقييم ديال السيمينار او الندوه كانت fruitful يعني مثمره and successful وناجحه بالنسبة للردود ديال الـ Participants أو المشاركين، Some were satisfied with the results. البعض كانوا راضيين على النتائج. Others called for further action. آخرون طالبوا بالمزيد من الإجراءات. من بعد ما شرحنا المعلومات اللي عندنا في الجدول، نجاوبوا دابا على الأسئلة. السؤال الأول كيقول: What was the seminar about؟ على كانت الندوة؟ The seminar was about dropping out of schools in rural areas. ندوة كانت على الانقطاع عن المدرسة في المناطق القروية سؤال ثاني Who are the dropout students؟ شكون هما تلامد مقاطعين على الدراسة Dropout students are students who left school تلامد مقاطعين على الدراسة هما تلامد اللي غادروا المدرسة نشوفوا السؤال الثالث When and where did the meeting take place؟ إمتى وفين وقع هذا الاجتماع أو هذه الجلسة؟ هذا الاجتماع وقع on November 20th

من بين التوصيات كانوا encourage drop out students to return to school تشجيع التلاميذ المنقطعين على الدراسة باش يرجعوا المدرسه support poor families to be able to send their children to school دعم العائلات الفقيرة باش يقدروا يرجعوا ولاد المدرسة sensitize parents and children about the importance of schooling توعية أو تحسيس الآباء والأطفال بالأهمية ديال التمدرس نمرض بالتمرين الثاني complete the sample report with information about the seminar نكمل هاد التقرير النموذجي بمعلومات على الندوة. أول حاجة عندنا هي التايتل العنوان. آه، والعنوان ديال الندوة هو التوبيك واللي هو dropping out in the countryside schools causes and solutions. الانقطاع عن الدراسة في المدارس اللي كاينة في البادية. الأسباب والحلول. نكمل الفقرة the was the destination of hundreds of people last. The destination كنقصدو بها الوجهة. هنا خصنا نقلبوا على البليس او المكان ديال الندوه. والمكان ديال الندوه كيف ما كتعرفوا هو the town hall conference room. غرفة المؤتمرات ديال مجلس المدينة. The town hall conference room was the destination of hundreds of people last. last كتعني الماضي. هنا خصنا نقلبوا على الوقت ديال الندوة واللي كان في نوفمبر 20th يعني 20 نوفمبر. The occasion was a seminar organized by the occasion يعني هذه المناسبة كانت عبارة على ندوة organized by منظمة من طرف أنا خصنا نقلبو على المنظمين ديال هذه الندوة وكيف ما كتعرفو هما local education authorities يعني السلطات المحلية ديال التعليم أو التربية The seminar revolved around an urgent topic الندوة revolved around دارت حول an urgent topic يعني واحد الموضوع عاجل والموضوع كيف ما كتعرفوا هو dropping out in the countryside schools causes and solutions يعني انقطاع الدراسة في المدارس اللي كاينه في القرية الأسباب والحلول participants including المشاركين بما فيهم نخص نكتبوا المشاركين اللي عندنا في الندوة واللي هما educators تربويين parents associations جمعيات الأباء and political officials مسؤولين سياسيين attended the meeting حضروا اللقاء the audience الجمهور reached the estimated figure وصلوا لواحد الرقم مقدر ب هنا خصنا نكتبوا عدد الحاضرين واللي كان 200 people approximately يعني تقريبا 200 ديال الناس the activities included النشاطات او الانشطه اشتملت على mini lectures محاضرات مصغره and workshops وورشات عمل the participants agreed that مشاركين اتفقوا على ان there were three main causes كانوا ثلاثه ديال الاسباب الرئيسيه of dropping out of schools in rural areas ديال انقطاع المدرسه في المناطق القرويه the first one is يعني السبب الاول هو poverty الفقر the second one is يعني السبب الثاني هو the second one is that schools are situated far from houses يعني السبب الثاني هو ان المدارس كيتموقع بعاد على المنازل and the third cause is والسبب الثالث هو children are needed in farm work and household chores الاطفال يحتاجون في العمل ديال المزرعه وحتى في الاشغال المنزليه the participants concluded the seminar with urgent recommendations المشاركين ختموا الندوه بتوصيات عاجله they suggested that the ministry should اقترحوا على ان الوزاره خاصها هنا خصنا نكتبوا توصيات ومن بين التوصيات كانوا encourage dropout students to return to school يعني تشجيع المنقطعين على الدراسه باش يرجعوا للمدرسه support poor families to be able to send their children to school دعم الاسر الفقيره باش يقدروا يصيفطوا الاطفال ديالهم للمدرسه and sensitize parents and children about the importance of schooling توعيه او تحسيس الاباء والاطفال باهميه التمدرس All those who attended the seminar agreed that it was, كاع دوك اللي حضروا الندوة اتفقوا على أنهم أنا خاصنا نعطيو تقييم للندوة وكيف ما مكتوب عندنا في الجدول، الندوة كانت fruitful، مثمرة and successful وناجحة. Most of them were يعني الأغلبية ديالهم أنا خاصنا نكتبوا ردود الأفعال وكيف ما كتعرفوا في الجدول مكتوب عندنا أنهم كانوا satisfied with the results يعني راضيين بالنتائج and many others called for further action واخرون طالبوا بالمزيد من الاجراءات وبهذا كنكون سالينا الفيديو الى عجبكم الدرس ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو مع أصدقائكم باش الفائده وباش يوصلكم كل جديد ما تنساوش تابوناو في وتفعلوا الجرس السلام عليكم ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله